طلع تذوب تذوب لازم تذوب 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 اسمع سنت من السنين انا ما اعرف تذوب اجيب صحيح ولا ما اعرف كذاب واكثر واحد يكذب هو لا هو كذاب ينقبط اقول لك صدقني اقصد بس كذبت هي كسوه فاضحه كسوه فاضحه انا من رجيل ومره ها رجيل ايش قربت اروح اتعلم تذوب يا رجال ايش قربت اروح بتعلم تعلم تذوب تحت البث لا بس اسمع لازم الواحد الحين على كاميرا ما يصير اسكت كل مره لازم استرسل استرسل ريان بلوي خلنا نجرب خلنا نجرب اكثر واحد استرسل كذب استرسل ريان استرسل يعني كذب ايش بسبع سوالف في سالفه واحده كذب خلنا نجرب سالفه انت شوف اسمعي خليك معي دقيقه اسمع حلو يا عيال اسمع دقيقه اسمع اسمع خلنا نجرب استرسل سالفه وانتم تسولفون يلا راح ما عليك زين المهم يا عيال مره من المرات زين كنت واقف انت مول دقيقه دقيقه ترى والله ما اعرف كم مسافه قبل شيء بيشتري العصر يشتري العصر اسمع يا ابتلش ما ادري هم سراح ولا مسرح قخله اسمع بعلمك تكفى فاهم كذا تكفى فاهم كذا فاهم كذا انت الحين جالس بيننا صح؟ اقعد جالس ضبط الكذبه في راسك يا اخي بديت تكذب على طول يعني بديت تكذب تبين عليك لكن انت ضبطها عندك موضوع اطرحه واهم شيء نهايه السالفه انها اهم من لا لا عادي عادي لا تسافر قلت قلت العيال وضحكوا بعطيك بعطيك مثال خلونا نكذب الحين استرسل الكلام لا ما شوفوا انت بسمع شوفوا انا اصلح اني اسوق كنت كذاب ولا ما اصلح تمام تمام راح راح بس حط فكره براسك قلت لا تسولف حطيت فكره صغيره المهم رجيل ومره رجيل ومره كنت بموي طلعت انا تخبرون قالوا انا رايح ما اشتري جابوي المهم جاني كلام اني معك كنت كذاب داني كلام جاني رجال قال يا رجال تكفى تجرب السعد لبي قال يا ولد انا احتاج 50 ريال بس قلت بس قريب اسمع قال قال يقول ما بحسابي الا 100 ريال سو كذا لا لا حمار فكري اسكت يا ربي لا تخرب علي خل خليه يستر خله زايد تخرب قال ابي 50 ريال قلت ابد ابشر دورت كاش الا ما معي فرجي كذا ولا ما في صرافه قلت خلني اركب اروح للصرافه اقرب صرافه يا سعد يتحرك هو لا ركب معي بسيارة. المهم هذا اللي يشب لك السالفة. قلت له اسمع قلت له امشي. ركب معي الرجال مشينا طال عمرك يوم فرينا فرينا شوي وقف صرافة واسحب 50 ريال. يوم اعطيته 50 قال الله يبيض وجهكم ومدري وشو وانا اروح اودي بيته. يوم وديت بيت طلع بيتي هو كبير. فخم. كبير فخم. قال ادخل ادخل. عليك انا الموضوع. المهم يوم قال لي ادخل وانا دخلت. اسمع. يوم دخلت قال لي المهم داني رجال ثاني طلع تواجد يعني اسمع قال لك الموضوع بعد اسلم هذا شنو هو تاجر حلو بس طالع المول يختبر الناس اذا كان فيهم خير ولا لا انا طلع فيه خير اعطيته ايش خليك انت استرسالك والسالفه حلو بس يختبر الناس هذه سالفه دخلت قديمه عليها والله والله فيها درس تدري وشو انك تدفع بعدين ربي يرزقك مثل جمعيه عروه اسمع تدفع اسمع خليكم مسافتي الربع خليكم مسافتي فيك والله صادق خليكم مسافتي ادفع بنيه طيبه اسمع ادفع بنيه بنيه طيبه طربه رب. اسمع خلنا حد الموضوع يبي يختبرك المهم يا الربع عزيز الكورع يا عيال ابعد لكم سالفه خلنا بحكي ارحم امك ما خلاص ما ختمت السالفه ارحم امك وش سوى كم دخل يوم يوم جلس طال عمرك بالديوان وهو يجيب لك قهوه ويقهويني وهذا وش مواتر رايز رايز بنت لي جي كلاس كل المؤتر الغالي عنده او يجي طال عمرك ويجي مفتاح سياره ويجيب ظرف ويجيب له ورقه توقعاتكم وش هذولي؟ وش قال لي هذه السياره هذه اللي هي روز رايز اخر موديل حلو موديل 2024 والله معك روز رايز انا ما تجي هنا اسمع ما اخذتها يا ما اخذتها خل اكمل اي صح الظرف به 1,500,000 و32 ريال انا حسبه وفيه ورقه ورقه توقع وش هو؟ وش يبي يزوج بنته. اوف. قال لي عاد تخير تبي تزوج بنتي ولا تبي البنت اللي ولا تبي؟ قلت والله العظيم ما يجيني. غالب الطالب. قلت والله ما يجيني ريال ولا يجيني شيء. وانا مسوي الوجه الا. قال بنتك لك. الله يبيض وجهك انا والله انا مساعدك. انا عزيز نفس. قال يا ولد يا عاد قلت ما مره. قال امسك هذه 50,000 قلت الله يبيض وجهك وانا اخذ منه 5 ريال احطه بجيبي ورجع له 50 قلت هذا 5 ريال بدال ال 50 نقصت الصفرين. وانا اسلم عليهم طلع رسام ما طلع يوم طلعت تسمع خلنا كمل باقي خاتمه يا بها يوم طلعت خاتمه خلنا يوم لقيت عامل نظافه نعطيه 5 ريال ايوه وانا اعود طلع طلع عنده بيت كبير لا يا غبي يشتغل لا يا غبي لا يوم انا اعود السياره يوم طلعت السياره طافي بنزين
وانا ارجع راع البيت سامع قلت والله محتاج 20 ريال قال لي قلت والله شايف طاقه بنزين قال قال بس خليك تقول والله يعطيني 20 قلت والله ما اخذها 100 ريال ورجع 20 وانا اروح طال عمرك يوم رحت واروح المحطه انا اعبي فل يوم عبيت فل كم بقى معي؟ بقى معي 23 ريال اول ما عدت شوي زي كذا وانا القاك مطعم ادخل المطعم القاك واحد فقير وانا اعطيه 23 طال عمرك السالفه والله ما رحت انت الا بعد بكره السلام عليكم جيت انا طال عمرك انا وانا واقف قدام المطعم وانا بالسياره يوم نمت طلع هذا كله حلم قعدت من النوم بس والله يا رحل زين خلصت السالفه ايوه